نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضراتكم ومرحبا بك شكرا. أهلا بك محمد وأهلا بكم مشاهدينا، وإلى التفاصيل. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على الوحدات السكنية، وأهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية وتوفير لفرص العمل. وخلال اجتماع مع وزير الإسكان لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ووحدة الإسكان المتوسط، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وجودة التنفيذ. وعرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفض الدخل التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ عددا ضخما من الوحدات ضمن المبادرة في مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعا للمستحقين. كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التي طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري بن يعقوب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى ماليزيا أولى محطات جولته الأسيوية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تكون الزيارة فرصة لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا. ويقوم وزير الخارجية حاليا بجولة أسيوية تشمل كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بتلك البلدان الصديقة. أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا مقتل 20 شخصا في هجوم على إقليم دونياتسك شرقي أوكرانيا، وفي العاصمة كييف قتل شخصان على الأقل وجرح 12 آخرون جراء تعرض مبنى سكني شمال العاصمة لنيران المدفعية. وأعلنت أوكرانيا أن المعارك تشتد على مشارف العاصمة، وأن الطائرات الروسية حاولت قصف مواقع دفاعية أوكرانية في منطقة كييف. وأفادت كييف في وقت سابق بمقتل حوالي 1300 جندي أوكراني، وأعلنت موسكو عن مقتل 498 جنديا. كما أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل ما لا يقل عن 596 شخصا. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقارب من 400,000 منشأة عسكرية في أوكرانيا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تواصل الهجوم على خط فوديلينو وسلاديكو وترامشوك، وتقدمت خلال اليوم يوم واحد 11 كيلو مترا، وإن القوات الروسية أسقطت خلال الساعات الماضية 4 طائرات أوكرانية بدون طيار. أفادت وسائل الإعلام الروسية بانطلاق الجولة الرابعة من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين عبر الفيديو كونفرنس. من جانبه قال مستشار الرئيس الأوكراني أن الجولة الجديدة ستركز على التوصل لوقف إطلاق النار وسحب القوات والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن أوكرانيا تواصل البحث عن مكان لإجراء محادثات بين رئيسي البلدين فيما يتعلق بالضمانات الأمنية ولإعداد مجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين الروسي والأوكراني.
أهلا بحضراتكم مجددا. شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مجددا على ضرورة حظر الطيران فوق أوكرانيا، وإلا ستسقط الصواريخ الروسية على أراضي حلف الناتو على حد قوله. وخلال زيارته لعدد من الجنود الأوكرانيين المصابين من العمليات في أحد المستشفيات، قال إن نحو 13,000 جندي روسي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد بلاده، مضيفا أن روسيا فقدت 1000 مركبة عسكرية و64 طائرة و86 مروحية. أدانت الولايات المتحدة الهجوم الروسي الذي استهدف قاعدة عسكرية أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف ناتو. كان الجيش الروسي قد أكد مقتل العشرات من المرتزقة الأجانب في ضربات طالت مدينة ستاريتشي وقاعدة يافوريفا العسكرية في غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع أنه نتيجة لهذه الضربة قتل نحو 180 عنصرا من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير كمية كبيرة من الأسلحة الأجنبية على حد تعبيره. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك تصميم على عقد الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها وعودة لبنان إلى الاستقرار خلال فترة قريبة. وأشار خلال زيارته الحالية للبنان إلى أنه تم تقييم الوضع الدولي وتأثيره على المنطقة العربية. هناك تصميم على عقد الانتخابات في موعدها وعلى إطلاق لبنان مرة أخرى في اتجاه تحقيق المزيد من الاستقرار واستعادة الأوضاع اللبنانية في خلال الفترة القريبة القادمة. استمعت أيضا لتقييم من فخامة الرئيس للوضع الدولي وتأثيراته على المنطقة العربية، خاصة وأن لبنان في رئاسة المجلس الوزاري العربي حاليا ولمدة 6 شهور. أبلغت الرئيس أن هناك بالتأكيد اجتماع وزاري تشاوري قادم للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام. وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى محافظة إربيل شمال العراق على رأس وفد أمني، حيث يتفقد الكاظمي المواقع التي تعرضت لأضرار بالغة إثر الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف إربيل أمس. ومن المقرر أيضا أن يعقد الكاظمي محادثات مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني. كانت إيران قد شنت هجوما على إربيل شمال العراق أمس ب12 صاروخا باليستيا في تطور غير مسبوق على عاصمة إقليم كردستان العراق. كانت الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني لإبلاغه باحتجاج الحكومة على هذا الهجوم الذي قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مركزا استراتيجيا إسرائيليا، إلا أن سلطات كردستان نفت وجود مقرة إسرائيلية في إربيل. يقوم وزير الخارجية الإيراني بزيارة إلى روسيا غدا لبحث مستجدات المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني. بالتزامن أعلنت إيران أنها ستبقى في محادثات بين النووية حتى تلبية مطالبها والتوصل إلى اتفاق جيد. وطلب علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي باستيفاء المطالب القانونية والمنطقية لطهران والتوصل إلى اتفاق جيد. يشار إلى أن محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني تواجه احتمالا انهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظات الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتا لفترة غير محددة، على الرغم من استكمال نص الاتفاق إلى حد كبير. يواصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. ويستعرض المجلس أيضا طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة. لمزيد من التفصيل والمتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الشيوخ مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. مرحبا بك محمود، ضعنا في تفاصيل أكثر حول جلسة مجلس الشيوخ اليوم.
نعم محمد، بعد التحية منذ قليل بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال النقاش حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، إلا أن الجلسة بدأت باستعراض طلب مناقشة عامة، وحسب ما استجد على جدول أعمال المجلس يتم الآن استعراض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير وأكثر من 20 عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة تجاه تنمية الوعي الوطني لدى الشباب بصفة خاصة ولدى جموع المواطنين بشكل عام، وإن كان مسألة تنمية الوعي الوطني مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق المجتمع ككل، إلا أن طلب الأحاطة أخص بالذكر وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة لما لها من تأثير على الشباب ولها منابر يتحدثون من خلالها. ويأتي طلب الأحاطة هذا كما قال النائب طارق نصير مقدم طلب الأحاطة في ظل هجمة شرسة وممنهجة ضد مصر داخليا وخارجيا ومحاولة طمس الهوية المصرية من خلال نشر الشائعات وتظبيط همم الشباب تجاه دولتهم. طلب المناقشة يتم استعراضه في حضور مندوبين من وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة. بعد الانتهاء من استعراض طلب المناقشة محمد، من المقرر أن يستكمل المجلس مناقشاته حول مشروع قانون التأمين الموحد. مشروع هذا القانون الذي نص في أولى مواده على أن تسري أحكامه على جميع الأنشطة الخاصة بقطاع التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص دون غيرها بالترخيص والتأسيس وكذلك المتابعة والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين، كما ألزم مشروع هذا القانون كذلك المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال سنة من العمل بأحكام هذا القانون. أشكرك الزميل محمود إسماعيل، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس الشيوخ، فشكرا جزيلا لك. يواصل نحو 400 منفذ تابعين لوزارة الزراعة عملهم في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير مختلف السلع عبر المنافذ بأسعار منخفضة ومخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية. وتحرص وزارة الزراعة على توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من أحد المنافذ بالجيزة مراسلة أخبار مصر سارة متولي. أهلا بك سارة. نعم شروق، تحية لك وتحية موصولة لمشاهدينا الكرام. كما ذكرتي 400 منفذ موزعة على كافة أنحاء الجمهورية تقدمهم وزارة الزراعة للمواطنين. نحدثكم من داخل المنفذ الموجود بحديقة الأرمان بالتزامن مع معرض الزهور. فكرة تسويقية يتبناها المعرض أو المنفذ بالتزامن مع هذا المعرض. كما نعلم هناك تداعيات على الساحة نتيجة للأوضاع الدولية من الأزمات أو الأزمة الروسية الأوكرانية، أيضا كما ذكرتي من قرب حلول شهر رمضان، وبالتالي حرص من الوزارة على تقديم هذه السلع بأسعار مدعمة. مع هذه الموجات ممكن من البعض أن يستغل هذه الأزمات في رفع أسعار السلع على المواطنين، ولكن هناك الدعم من هذه المنافذ، أسعار تنخفض عن مثيلتها بأسعار تقل ل 25 إلى 30%. مختلف السلع من الأرز والبقوليات، أيضا السلع الخاصة برمضان من اليميش ومختلف المنتجات. بالحديث مع المسؤولين عن هذا المنفذ أكدوا الإقبال الكبير من المواطنين عليه. أيضا بالحديث مع المواطنين أنفسهم أكدوا على مجموعة من المزايا يقدمها المنفذ. الميزة الأولى هي انخفاض الأسعار كما ذكرت سلفا. أيضا الميزة الثانية هي مجمع أو تجميع هذه السلع في مكان واحد، يوفر الوقت ويوفر المال والجهد على الأسرة المصرية التي تحصل على كافة احتياجاتها من مكان واحد وفي توقيت واحد، وبالتالي هو توفير للوقت والجهد. أيضا كان التأكيد على ضرورة تغيير الفكر الاستهلاكي لدى المواطنين. نعم. والاستخدام السلع قدر الحاجة وعدم وجود داعي لتخزين السلع، مما يتيح وجود رواج لهذه السلع وتوفرها لكافة المواطنين. يمكن عدسة الزميل هيثم السيد بتعكس تنوع وتوفر المعروض هنا داخل المنفذ. هناك
عسل النحل موجودة بمختلف الأنواع، كما ذكرت هناك الأرز، المكرونات، السكر والزيوت والمنتجات الخاصة بشهر رمضان الكريم، كلها تتركز في مكان واحد هنا في المعرض الذي يفتح أبوابه منذ 8 صباحا وحتى 8 مساء، كما ذكرت بالتزامن مع معرض الزهور، وهي فرصة لمرتادي المعرض للاستمتاع بأجواء الزهور واللون الأخضر البراق هنا داخل المعرض، وأيضا بالتسوق والحصول على المنتجات المختلفة. إليك شروق. شكرا لك سارة متولي، مراسلة أخبار مصر. شكرا لحضراتكم. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. بالإمكان متابعة البث الحي لنشراتنا، برامجنا، المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسبيرو.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.